حظي معرض مراعي بنسخته السادسة باهتمام كبير من قبل العديد من الشركات والجهات المشاركة العاملة في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني. هذا وأقيم على هامش المعرض العديد من الفعاليات الترفيهية التراثية، كما أتاح الفرصة للإطلاع على كل ما يرتبط بعمليات الإنتاج الحيواني. قالت صلى الله بالأنعام والكرسي ويا تعمه ويا سين والأنفالي. دعما للجهود الوطنية الدؤوبة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، جاء تنظيم النسخة السادسة من معرض مراعي تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي يبرهن اهتمام مملكة البحرين بدعم تحقيق الأهداف التنموية المستدامة خصوصا المرتبطة منها بمنظومة الأمن الغذائي في مملكة البحرين. مثل القطعة الفريدة اسروح دونتك تعضك ببلقيت. معرض مراعي من أبرز الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها مملكة البحرين وتلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث يستقطب المعرض مشاريع الإنتاج الحيواني والعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تتيح فرصة أمام الحضور للاطلاع على كل ما يرتبط بعمليات الإنتاج الحيواني تصاحبها ورش عمل علمية لذوي الاختصاص من الأطباء البيطريين والمتخصصين يديرها أكاديميون وأساتذة جامعيون. شيدا للمجد رايات لهم من بعدها. المعرض الذي يفتح أبوابه لغاية يوم السبت يضم برنامجا حافلا لعرض لوحات من تراث مملكة البحرين الأصيل، وذلك بهدف تعريف الأجيال الناشئة بأدوات ووسائل وطرق العيش والعادات والتقاليد التاريخية الأصيلة التي مارسها الآباء والأجداد، وذلك إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية والتجارية التي حظيت باهتمام جميع الفئات المشاركة في هذا المعرض.